ابني مينا لسه ما جاش. طب وحضرتك قاعدهم ليه على باب مجلس الشورى كده؟ ايه؟ حضرتك قاعدهم ليه على باب مجلس الشورى؟ لان شايف ان كل القعده دي عامله زي مصطبه العمده ولا منها اي فايده. تمام. يعني كل واحد عايز يعمل لنفسه بند لوحديه منفصل لذاته في الدستور. احنا الدستور بتاعنا ممكن يتلخص في 40 مادة مش في 239 مادة. ال 40 مادة دول بيقولوا عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. ويعيش الجيش، يعيش الشرطة. لا ينفع تصور؟ لا ما تصورش، اسمع كلامه، اسمع كلامه. ده شرطة اسمع كلامه، اسمع. يسكت يسكت أي رئيس. يسكت أي حاكم كلب. يسكت أي حاكم كلب. جاي لي جماعة أو لحزب. جاي لي جماعة أو لحزب. إحنا السلطة وإحنا الشعب. إحنا السلطة وإحنا الشعب. ابني ميت في اسم قصر النيل معذب ورماه في الميه. انا لقيت ابني بعد شهر ما نعرفش ابني لغايه النهارده سبب وفاته ايه. قالوا لي ادفن ابنك، ضغط على والده وكيل النيابه قال له ادفن ابنك ونجيب لك حق ابنك. طلعوا التكريس فيكس الغرق، بيقولوا لي ابنك غرقان مش شهيد. ابني خرج من البيت يوم السبت 17/12/2011، اسمه متقيد في اسم قصر النيل، داخل يوم 18/12/2011. ابني مقيد اسمه بايده، واول ما عرفوا ان انا لقيت اسم ابني شالوا الدفتر الاحوال وخبوا ويطلعوا لي ورق ابني كله مزور، وعمال يرموني من محكمه لمحكمه من هنا لهنا. مش لغايه النهارده مش عارفه نسبه حقوق ابني من ايام حسني صابر، وانا مش عارفه لغايه النهارده مش عارفه حقوق ابني مش عارفه. ايوه انت حضرتك عارفه او حاسه ابنك مات في اي احداث بالظبط؟ ابني ميت احداث مجلس الوزراء كلها اللي معايا الاوراق ومعايا التقرير الطبي بتاعه ومعايا كل، بس طالعين لي تقرير الطبي انا ابني مات قعد شهر في المشرحه وانا بتدور عليها، وكنت عامله له محضر غياب في اسم دار السلام. لغايه النهارده مش عارفه نسبه حقوق ابني، وما مدوا فيا في كل محكمه شويه، بيوديني في كل محكمه شويه، والورق بتاعه خد اتحفظ. لغايه دلوقتي مش عارفه نسبه حقوق ابني اللي كان بيعوني، شغال سياحه وفنادق وادي الاوراق بتاعته، الشهاده الصحيه بتاعته ايه؟ كان شغال سياحه وفنادق وكان بيقبض في ذكر ابن اللي كان عايني لا معاش، ووالده وعنده خشونه في رجليه تعبان، لا عامل لا معاش ولا حقوق ابني مش عارفه نتوصل لها لغايه دلوقتي. نروح جنب عشان قلبي يقبض عشان مستريح. انا قاعد هناك في البيت يا عم. ماشي خلاص اتعلمت. انا مش معاق. عندي عبني. ده لك توضيح تاني، ده حاجه ليك انت تتكلم. انا في نقطه هي اللي مش قادر افهمها لغايه دلوقتي، ليه سامح عاشور رافض وجودك في لجنه الاستماع؟ شكرا انا قلت وانت بقول لك شكرا انا قلت وانت عارف وابني عمرو موسى. تمام، شكرا يا اسلام، الف شكر.